نستغرب أن يقدم دفاع المتهم الرئيسي محمد العبد العزيز مثل هذا الدفع في مقتضيات من قانون ظل يرى فيه قطب الرحى ومرتكز خطابه السياسي، ويتشبث بأنه هو من أعده أصلاً وعمل على تطبيقه على أكثر من شخص طيلة مأموريته، وأعلن مراراً بنبرة تحد رغبته في المثول أمام المحاكم للرد على التهم الموجهة إليه. ننبه الرأي العام الوطني والدولي إلى ما يضعه دفاع المتهم الرئيسي محمد العبد العزيز من عراقيل إجرائية متهافتة للحيلولة دون تصدي المحكمة للأفعال الخطيرة المنسوبة إلى موكلهم، والتي تنهض أدلة متضافرة على ارتكابه لها. سنقوم بكل ما هو متاح إجرائيا قانونيا وقضائيا للدفاع عن حقوق ومصالح موكلتنا.